فضيلة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشريف، رئيس هيئة العلماء والدعاة في القدس الشريف، نستمتع وإياكم مع مداخلته، فعلى بركة الله ليتفضل. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. طالما اشتقنا لهذا النداء بالروح بالدم نفديك يا أقصى، أليس كذلك؟ فأين هذا النداء؟ يا الله.